انت ايه بس اللي خلاكي تروحي تقولين؟ الله، مش انت يا بنت اللي قلتيلي انا عايزه اشتغل؟ ايوه بس مش على طول كده، ده انا سايله لك هفكر وارد عليكي تقومي تقولي له. لا يا حبيبتي، اللي عايز يشتغل ياما بيشتغل. بس انت مش فاهمه، الواد منعم لسه صغير ما فطمتوش، وشغلنا بتاعتك دي يا اختي محتاجه لف وبرم، هسيبه يعني ولا اخده معايا واشيله واشيله بقجه؟ لا يا اختي، ما تفطميه معدوله واديله امك تقعد بيه، مش رزقك برضك ده ورزق ابنك ولا ايه؟ ده لما قلت لها هتاخر ساعه بهدلتني، ما بالك لو قلت لها هقعد طول اليوم، دي تدخل مصاريني ما انت عارفاه. خلاص براحتك يا وزه، مش عايزه تشتغلي انت حره، الف مين تتمنى الشغلانه دي؟ الله خلاص خلاص، ما تبقيش حاميه كده، هشتغل. طب بصي بقى، احنا بنروح ناخد يا اختي البضاعه من ميمي وبننزل على المهندسين طوال. طب اسمعي، صباح الفل، هاخد اغموس احكيني. ها فهمتي اللي انا قلته؟ ايوه بس المهندسين دي بعيده قوي، ده انا قلت يعني يوم ما ننزل هنروح ميت عقبه ولا امبابه، ويوم يعني ما نبعد قوي نطلع على شارع السودان، لكن نطلع المهندسين ده صافة. يا اختي يا البت الفقريه دي، اقول لها مهندسين تقول لي ميت عقبه؟ كاتك واكسه، وانا هقعد مع بتوع امبابه يفصلوا فيا وينهدوا في قلبي على جنيه وجنيه وربع؟ كاتك نيله، هو في احلى بت من زبايد المهندسين؟ ده كفايه التكييف اللي انت بتبقي قاعده فيه يا اختي. يا لهوي يا بت، هو انت لما بتروحي له بيدخلوك يفتحوا لك التكييف؟ يفتحوه ده ايه هبله، ده شغال عندهم كده عمال على بطال طول النهار. المهم انت اول ما تدخلي الشقه تعملي نفسك مؤدبه وعينك ما تفضلش رايحه جايه كده في الشقه، ده صاحبه الشقه تفتكر انك حراميه وتشك فيكي. حراميه ده ايه؟ ده انا هفضل قاعده وحتى عيني في الارض ولا هبص يمين ولا شمال. لا يا حبيبتي، انا مش عايزاكي باصه في الارض، انا عايزه عينيكي دي في وسط راسك علشان في زباين حراميه. حراميه في المهندسين؟ انت بتقولي ايه؟ وعليا النعمه انت خايبه. طب اقول لك، انا كنت مره عند زبونه في المهندسين، دخلت شقتها، تقوليش يا بنت قصر، قصر والله العظيم، الولايه كمرت من قدامي ملايه قدام عيني كده. كمرت الملايه؟ اه والله. عملت ايه؟ خدتيها منها؟ هاخد ايه يا موكوسه؟ ما اقدرش، ده هي اللي تطلعني حراميه وتعمل لي جرسه في المكان، واخسرها كمان واخسر لقمه عيشي، ما ينفعش. غريبه، انا كنت فاكره بتوع المهندسين دول يا اختي معاهم فلوس مش محتاجين حاجه، طب بذمتك دول يسرقوا ليه؟ امال احنا نعمل ايه؟ وعليا النعمه انت خايبه. المهندسين دي يا بت مليانه بهوات، نسوان حلوه وريحتهم احلى، بس هنقول ايه؟ من جوه هلا هلا ومن بره يا لم الله. كانت كواكسه الدنيا بقت كلها كده، مش مهندسين بس. هنعمل ايه؟ لقمه العيش بقى. برضو ما فيش حاجه حلوه. تصدقي بالله يا مدام، والله العظيم ثلاثه البضاعه دي ما بتطلع عندي غير للزباين الغاليين. يا مدام، ده انت لو وفيتي عمر افندي كله ما هتلاقي قطعه منه هناك. انت مش شايفه الالوان؟ انت عايزاني البس الوان بلدي كده بالشكل ده؟ بلدي ايه يا مدام؟ ده شغل محلاوي، وعليا النعمه ده موضه موضه موضه. بقول لك ايه، لما جبتيش حاجات تانية حلوه ما تجيش تاني. طب قولي لي عايزه ايه وانا اجيبه لك. عايزه حاجات كده شيك، ما تكونش بوليستر. بول ايه؟ في سوني يا بنتي يا عشجين، هو انت مش فاهمه؟ انا عارفه يا مدام انت طلبك ايه، انت عايزه قمصان نوم قطن صح؟ ايوه قطن، بس بقى مش اي قطن. لا ما تقلقيش، ده كمان في قمصان نوم فسكوس حلوه قوي هتعجبك، عارفاها؟ اه طبعا، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. ما تقلقيش، ده في منهم بقى حاجات حلوه قوي عليهم كنار كده على الصدر، وفي منهم طويل وفي منهم قصير وفي دانتيل من تحت. طب لما هو عندكم مش بتجيبوه لي بقى؟ اصل يعني لا مؤاخذه يا مدام، الحاجات دي ما بتطلعش غير بالغالي. خلاص يا ستي هاتيلي. ماشي يا مدام، بس معلش يعني احنا لازم ناخد عربون. عربون؟ هو في دلاله بتاخد عربون؟ ايوه يا مدام، اصل صاحب البضاعه ما بيرضاش يطلع الحاجات الغاليه دي غير لما بندفع نص ثمنها، عشان كده بنجيب الرخيص المحلاوي. طيب يا ستي، عايزه بقى كام مني؟ اللي تشوفيها يا مدام، يعني شوفي انت كده عايزه كام جلابيه وشوفي اللي تدفعيه. طيب بصي بقى، انا هديكي 30 جنيه، بس خلي بالك لو ما جيتيش تاني انا هعرف اجيبك. عيب يا مدام ما تقوليش كده. طب والله العظيم بعد ما نجيب لك البضاعه المره الجايه مش هتشتري غير من عندنا احنا بس. مدي يا اختي، تعالي هنا. الله، انت يا بنت الامل طلعتي من الوليه دي عربون ازاي؟ ده ما بتدينيش جنيه. ايدك بقى حلوه على الفلوس. ايدي على ايه؟ انت مالك بتصرمي عليا كده ليه يا بنت انت؟ جرايه يا اشجان، دي الاستفتاحيه بتاعتي النهارده. استفتاحيه ايه يا عينيا؟ ده انا اللي معرفاكي على الوليه يا اختي، هاتي نص الفلوس. طب مش هديكي نص الفلوس، بعدين ده اول رزق ليا. في ايه؟ انا اللي تعبت وانا اللي خدت منها الفلوس، انت لسه بتقولي بلسانك دلوقتي ما بتعرفيش تطلعي منها ولا مليم، انا اللي قدرت. يا بنت الايه يا بربنت؟ يا بنت ده انا اللي معرفاكي عليها. سيبك انت، بقول لك ايه؟ فاكره يا بنت المحل اللي كنت نفسي اكل منه بتاع السندوتشات ده اسمه ايه؟ بتاع المهندسين؟ ايوه ويمبي يا بنت. ايوه ويمبي. يلا بقى هناكل هناك؟ ايوه على حسابك وعليا النعمه اللي واخده منك نص الفلوس. يلا يا اختي. يا ساتر يا رب عليكي.
ازيك يا عم ميم؟ يا مساء النور. تعالي تعالي. تؤمر ايه اللي عملتيه عند الوليه ده؟ الله، هي البنت عشان لحقت تقول لك. انت ازاي تاخدي منها فلوس بضاعه على الهوا؟ ومين قال لك؟ ما انا كنت هاخدها منك طبعا. طب افرضي ما لقيتيش الجلاليب اللي قالت لك عليها، كنت هجيبها من حته تانية. هي امك تخش بيوت زباين وتجيب لهم بضاعه من بره؟ ده نقطع خبري. جرى ايه يا ميمي؟ ما تهدى كده وتاخد وتدي في الكلام. بقول لك ايه، الشغلانه دي ليها اصول، فاهمه ولا لا؟ عايزه تشتغلي معايا حسك عينك تجيب بضاعه من بره. ما انا جايه لك اهو برجلي وبقول لك عايزه البضاعه، والفلوس يا سيدي هديها لك مقدم، اللي هي اديتها لي القسط الاولاني. روح بقى شوفها، لو مش موجوده عندك تجيبها لي من بره، وهو كله بعلمك عشان ما نخسرش الزبونه. افهم، ده انت اللي علمتني الصنعه. هو انا كده احبك؟ عايزاني احبك اكتر بقى؟ تعالي نخش المخزن بكره يا عم ميمي، هاخد البضاعه. ماشي، من هنا لبكره مش بعيد. تأمرني بحاجه تانية؟ بكره بقى. راجل هايب صحيح. كتير نعم يا عناية. كنت بتعملي عند النتن داوز؟ وانت مالك يا سيد؟ ما تخليك في حالك. شايفك يعني اليومين دول عماله تتميسي معايا وعمالي يشاور لك على المخزن. ايه، هتشتروا المخزن؟ عايز ايه يا سيد؟ ما تأثر يا اخويا في الكلام. عايزك في الحلال يا بنت بدل القرف اللي انت فيه ده. في الحلال؟ عايزني يا اخويا في الحلال عشان تعيش معاك في الحرام؟ وماله الحرام؟ ده حتى فاتح بيوت. وبعدين اللي انت كنت هتعمليه مع ميمي ده ايه؟ مش حرام؟ بقول لك ايه يا سيد؟ لم لسانك يا روح خالتك، اللي بيني وبين الراجل شغل. وعليا النعمه لو جبت سيرتي في الحته لشق بطنك واكل مصارينا على اخر الزمن. حرام الغسيل هيلسن عليا. يلا لم الاراضيش بتوعك دول وهش من هنا. يلا بتقرف. حرامي غسيل؟ دي هي دي السرقة النظيفة يا عبيطة؟ البت دي مش فاهمة أي حاجة خالص. صح صح. المهم دلوقتي خلونا في السجادة. اه بالليل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا توحة، أنا فرحانة قوي النهاردة. ليه؟ قربت خلاص ألبوم بمبم. إيه بمبم ده؟ ده ألبوم صور بيجي مع البام بام بام، اللي يجمعه أول واحد بياخد جوايز كتيرة قوي. يا رب تكسب يا رشا. يا رب يا رب. اسمعي، أنا عايزاكي في مشوار. هنروح فين يا توحة؟ عايزة اشتري ملابس جديدة. تعرفي محلات زينة؟ لا أنا معرفش محلات اسمها زينة، بس أعرف محلات تانية حلوة قوي. لا زينة يعني زينة يعني حلوة. آه، ما أنا معرفش زينتي زيك، ما أخدتوش في المدرسة. حلو انت بتاع المدرسه. طب اسمعي، يلا نقوم قبل اخواتك ما يجوا يخربطوا الدنيا. بس بشرط اشتري البم بم بم كتير قوي عشان اخلص الالبوم. ماشي، بم بم كتير. يلا قومي. يلا